سجل عدد كورونا في الساعات الماضية 1040 إصابة وخمس وفيات. وفي فقرة الصحة، عودة الأطفال إلى المدارس في ظل جائحة كورونا آمنة. في ظل انتشار فيروس كورونا وازدياد عدد الإصابات خصوصا بمتحور دلتا، هواجس عدة ترافق العودة إلى المدارس. لازم الأهل يجربوا قد ما فيهم يرجعوا أولادهم على المدارس، لأنه بالظروف الراهنة حيكون كتير صعب أنه يكفوا مدارسهم أونلاين. بسبب الظروف مؤخرا بظن كتير أهل أهملوا يرجعوا يزوروا أطباءهم الأطفال، فيفضل هالأطفال يرجعوا يزوروا أطباءهم لأسباب بسيطة، هو إعادة سكيدجولينج يعني الفاكسينيشن تاعولن. يعني الأطفال، حتى مش عم بحكي بس عن الفاكسينيشن تاعول الكوفيد. تترافق العودة إلى المدرسة مع ترتيبات معينة لا يمكن الغياب عنها. اللقاحات الأساسية اللي بياخدوها عادة الأطفال، أكيد اللقاحات لكورونا للفئات العمرية اللي صار بين 7 حلال، ينفحصوا عيونهم قبل دخول المدرسة، نعلم أطفالنا كيف سوشيال ديستانسينج، كيف الديسنفكشن، كيف ينظفوا ايديهم، كيف يلبسوا ماسك. اذا كان في ناس كبار بالعمر بالبيت وبعدهم مش اخذين طعم اللقاح، يكون في ديستانسينج عنه. في حال ظهور اي عارض على الطفل، من الافضل الا يذهب الى المدرسه. رسالتي الاخيره لكل الاهل، بليز خلينا نهتم كلياتنا انه اولادنا بس ما نبعثهم على المدرسه يكونوا بصحه جيده. في حال اي عوارض عند الاطفال، يعني من رشح، من حرارة، من إسهال أو وجع بطن، يجربوا أنه خلوا أولادهم بالبيت. واللي أهم من كلياته، لازم نتذكر أنه آخر فاريانت اللي هو للكورونا الدلتا هو كتير سريع الانتشار بالولاد وأسرع من أي فاريانت تاني. خطوات بسيطة في حال طبقت تضمن العودة الآمنة إلى المقاعد الدراسية.